بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار، تأليف الشيخ عبد المحسن عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري يحفظه الله. دعاء موسى عليه السلام. لا يزال الحديث ماضيا عن دعاء نبي الله موسى عليه السلام. فمن دعائه أنه لما بلغه تهديد فرعون له بالقتل التجأ إلى ربه مستعيذا به من بأس فرعون وجبروته، كما حكى الله تعالى ذلك حيث قال: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقول فرعون هذا قبحه الله من أعجب ما يكون، وهو من التمويه والترويج للباطل الذي هو عليه. ولهذا يقال في المثل على سبيل التهكم: صار فرعون مذكرا. أيوة، وصار فرعون مذكرا. أيوة، نكمل. وهذا تضليل منه، فإن فرعون يزعم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ونحن لازلنا مع دعاء موسى عليه السلام، وهذا هو المجلس الثالث في دعاء موسى عليه السلام. ولا غرو في ذلك أيها الفضلاء الكرام، فإن القرآن قد ذكر موسى وقصته أكثر من 25 مرة، بل إن اسم موسى عليه السلام ورد في القرآن 31 ومئة مرة، 31 ومئة مرة، من أول سورة البقرة إلى سورة الأعلى، إلى سورة الأعلى. وهذا كله يدللنا على العبر والعظات التي ينبغي للمسلم أن يأخذها من خلال قصص الأنبياء. وهذا الذي ذكره المصنف الآن في قول ربنا عز وجل: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، الآن فرعون صار مذكرا واعظا، وهذا ليس غروا، إنما الله عز وجل يسخر من أمثال هؤلاء ويستهزئ بهم تبارك وتعالى. والسخرية والاستهزاء إنما المقصود بها برد سخريتهم ورد استهزائهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهنا وقفة، صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى، أو الصفات بصورة عامة تنقسم إلى صفات كمال محض، فهذه تثبت لله تبارك وتعالى. وهناك صفات نقص محض،
كالسنة والنوم والغفلة، هذه تنفى عن الله جملة تبارك وتعالى وتفصيلة، تنفى عنه تماما. وهناك صفات كمال من جهة ونقص من جهة أخرى كالسخرية والإهزاء، فتثبت لله عز وجل على الوجه الذي فيه الكمال. فلما نقول سخر الله منهم برد سخريتهم وفضحهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون برد استهزائهم وفضحهم. فهنا فرعون يقف واعظا، هنا فرعون يقف واعظا مثاله كما ذكر شوقي يوما من الدهر في أبيات مشهورة قال فيها: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين فمشى في الأرض يهزي ويسب الماكرين. الثعلب الآن طالع يعظ الآن، فطالع فمشى في الأرض يهزي مثل فرعون الآن ويسب الماكرين، وهو أبو الماكرين، ويقول: الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين. الآن طالع الثعلب يقول لك: لا عاد تاكلون الطير وازهدوا، لا انكم خلك من المكر اللي انتم فيه. لا انظر، واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. بالله قال واحد يروح منكم يروح يقول للديك تعال أذن في صلاة. الآن الثعلب بيتوب إلى الله عز وجل. فأتى الديك رسول من إمام الناسكين. الله أكبر. فالديك جاء له رسول من إمام الناسكين. من هو إمام الناسكين يا شباب؟ الثعلب. أيوه، ما هو خرج الآن الثعلب في شعار الواعظين، فهو إمام الناسكين مثل الآن فرعون. الآن فرعون يقلب المجن ويقلب الآيات ويقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى حيبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد. ولا نوقف مع هذا، لكن دعوني أنتهي لكم من نونية أحمد شوقي في الكلام عن الثعلب. فأتى الديك مفعول به مقدم للاختصاص رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلين. يعني جاء الديك، جاء الرسول، طبعا لم يوضح هنا من هو الرسول الذي جاء، فبيعرض الأمر على الديك يقول له: يا أخي الله يرضى عليك، تعال صلي، تعال أذن، تعال كذا. فأجاب الديك عذرا: يا أضل المهتدين، يا أيها الرسول الضال، أنت الآن جايني من الثعلب، أنا معتذر، ماني قابل هالدعوة، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين. من هم ذوي التيجان يا شباب؟ سلافه من الديك يا شيخ. طب لماذا قال ذوي التيجان؟ ليش؟ العرف اللي فوقهم. الله أكبر، يا سلام، أحسنتم. قال: بلغ الثعلب عني، أحسنتم العرف، نعم، عني عن جدود الصالحين أجدادي، وهم أناس صالحون، كما كان موسى كريم الله كريم، كما كان موسى كريم الله صالح رضي الله عنه عليه السلام. والآن طالع فرعون يقول يبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد. عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعينة أنهم قالوا: وخير القول قول العارفين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. الله أكبر، من يظن أن الثعلب سيأتي يعظ هذا مخطئ. لذلك هذا افهموا أيها الكرام الفضلاء، لما يأتيك إنسان من أهل الفسق والفجور ويدعوك زورا وبهتانا لأمر من أمور الدين يلوي بها العنق ويلوي بها النص ويحرف الكلمة عن مواضعه، لا تصدقه أبدا. وتذكر هذه الأبيات 13 التي ذكرها أحمد شوقي في كلامه عن إيش؟ في كلامه عن دعوة الثعلب للديك. وجاء في قصص العرب أيضا أن يوما من الدهر رأى الثعلب ديكا أن يوما من الدهر رافق
رافق الديك أسدا ترافق في سفر، فلما جن الليل عليهما قال الديك أصعد إلى أعلى الشجرة، وكانت الشجرة لها ساق عظيمة، فقال نم خلفها أيها الأسد وأنا أصعد إلى أعلى الشجرة. ولما صعد إلى أعلى الشجرة ولما جن الليل، تعرفون الديك فإنه يصيح، ومن السنة من سمع صياح الديك فليذكر الله تبارك وتعالى، لأنه يرى ماذا؟ يرى ملاكا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله. يعني لما تسمع صياح الديك تقول اللهم إني أسألك من فضله. وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه يرى شيطانا. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حديث متفق على جلالته وصحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هنا الثعلب سمع الديك يؤذن، قال لك أيوة خلاص هذا الآن هو عشان الليلة، فذهب وقال: يا أيها الديك انزل من الشجرة لتصلي بنا. فقال له الديك: إن الإمام نائم خلف جذع الشجرة. قال: ومن؟ قال: صاحب الأسد. قال: فولى الثعلب هاربا وله ضراط، أكرمكم الله. فدائما أيها الكرام الفضلاء تجدون مثل هذا الكذب يخرج بعض الناس، لكن الإنسان العاقل يعرف ممن يؤخذ العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. والشيطان يعظ، الشيطان عنده موعظة، ولذلك قال ربنا عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم من مصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذه موعظته في عرصات القيامة، لا تغني شيئا، انتهى الأمر. وله موعظة أيضا في وقت جهاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذ في بدر: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فكذلك الآن يخرج فرعون ويكذب، وسبحان الله ما ذكر الفعل ذروني إلا مرة واحدة في هذه الآية، الآية 26 التي هي في سورة غافر، ما ذكرت إلا في هذه الآية أيها الكرام الفضلاء، ما ذكرت إلا في هذه الآية. وقال فرعون ذروني أقتل موسى. هنا الآن يتشدق متكبرا والعياذ بالله، أشرا بطرا نسأل الله السلامة والعافية، متجبرا مغرورا ينادي في قومه السفهاء، الآية 52 سورة الزخرف: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فيستخف هؤلاء السفهاء فيقول: هذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ما همني فيه. انظروا لما الإنسان يغلق الله قلبه ويجعل عليه الختم والطبع والغلف والغلف والعياذ بالله، لا يقيم لشريعة الله مكانا ولا مقاما. فزعم قبحه الله أنه انظر
لولا مراعاة لخواطر قومه لقتله. وأنه يعني انظروا ما يهم دعاء موسى لربه، لا بس أنا عشان خاطركم أنتم. وهذا الكذب والسفاهة، وهذا الكذب والسفاهة. ثم يذكر أن الذي يجعله ويحمله على قتل موسى هو أنه نصح لقومه، وأنه بذلك يقتله نصحا للأمة وإزالة للشر. سبحان الله، إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه وهو عبادة الفرعون الكفر بالله عز وجل، أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا من العجب العجاب، أن يكون شر الخلق وشر الخليقة وشر البرية وشر البريئة، أعني فرعون، أنه ينصح الناس ويعظ الناس ويذكر الناس. ولا شك أن هذا من التمويه ومن الكذب. لذلك وقال هنا فعل ماضي مبني على الفتح، قال لمن؟ قال لحاشيته وخاصته ومستشاريه من السفهاء الذين قال الله عز وجل فيهم، قال إيش فيهم؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم يخرج من يخرج من الجهلة ويقول لك إن الفراعنة دول أعبد الناس وأتقى الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء. نقول كبرت كلمة تخرج من فاك من فيك إن تقول إلا الكذب والعياذ بالله. ونستفيد من هنا أيها الكرام الفضلاء أن قتل موسى كان بسبب وقوفه على الحق، وهذا الذي جعل ثائرة هذا الذي جعل ثائرة فرعون تثور ولا يهدأ له قرار لا يهدأ له قرار. ولما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أيقن فرعون أن موسى نبي، ولكنه مع ذلك لم يؤمن كبرا وعنادا وأشرا وبطرا. ولما قال وليدعو ربه، هذا من باب الاستهزاء، أنه لا يبالي بما يكون من وراء قتل موسى، ولا يكترث لا بموسى ولا برب موسى، نعوذ بالله من ذلك. مع أنه كانوا كما ذكرت لكم في أول مجلس لنا في دعاء موسى عليه السلام، وذكرنا لكم ذلك استفاضة، قلت لفضيلتكم أنه كان كلما نزل بقوم فرعون من القمل والضفادع والدم إلى غير ذلك الآيات البينات، كانوا يذهبون إلى موسى ويفزعون ويأمرونه أن يدعو ماذا؟ أن يدعو ربه. وأنهم إذا كشف عنهم هذا العذاب سيرسلون معه بني إسرائيل. قال ربنا ذلك في سورة الأعراف، ولما وقع الرجز ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني يعرفون أنه نبي، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فما كان منهم إلا أنه لما يكشف عنهم الرجز يرجعون كما كانوا، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فكانت النقمة سريعة فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم يستمر فرعون في الأشر والبطر والكذب، وهذا كله يدلك أن الحرب الآلة الإعلامية دي آلة خطيرة جدا يا شباب، وقد حررت ذلك في رسائل الماجستير والدكتوراه. الآلة الإعلامية دي آلة خطيرة جدا، لأنها تقلب الحق باطلا وتقلب الباطل والعياذ بالله، وتزيده إلى أن يصل أن يكون الباطل حقا ويصبح الحق باطلا. ولذلك قال كعب الأحبار، يقول كلام جميلا، سيأتي على الناس زمان يعيرون بإيمانهم كما كان يعير الفاجر بفجوره. يأتي على الناس زمان يعير المؤمن بإيمانه كما يعير الفاجر بفجوره في الزمن الذي مضى.
وهذا الذي ترونه رأي العين. الآن المرأة على استقامة أو الرجل على استقامة وعلى صلاح وعلى ديانة وعلى طاعة يعيره الناس ويتكلمون فيه. ولذلك ليس غروا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أجر هؤلاء يعدل أجر 50 صحابيا، وهنا الأجر بالتضعيف لا يدل على أنهم أفضل من الصحابة، ولقد حررنا ذلك في مظانه في مظاني. لكن لما النبي قال إنكم تريدون على الحق أعوانا وهم لا يريدون على الحق أعوانا، كما صح حديث ابن عمر في الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. الآلة الإعلامية رهيبة جدا، ولذلك فرعون كان يستعمل هذه الآلة الإعلامية استعمالا خطيرا جدا في قلب الموازين وتغيير العقل الجمعي عند المجتمع. ومن هذه الآلة الإعلامية لما قال إني أخاف، الآن هو برز في ثوب الواعظين، يعني أنا جالس خلوني أقتل أنتهي منه، أنا والله فعلت هذا من أجلكم وخوفا عليكم أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أن يضيع لكم الدين اللي أنتم عليه. الكفر الآن هو يدافع عن الكفر والشرك. ولذلك لا تحزنوا أيها الكرام الفضلاء لما تجد من يدافع عن الشواذ أو عن شرب الخمر أو عن القمار أو عن الفعل الزنا والعياذ بالله، هذا كله موجود في القرآن. ولما تقرأ القرآن يطيب قلبك وتعلم أنه لا يكون في أرض الله إلا ما قدر الله وأراد تبارك وتعالى. فهنا خوفهم بأمر مهم جدا، خوفهم بأرزاقهم. ولذلك أشد ما تريد أنك أنت تؤثر على الناس خوف الناس في رزقها، لأن في بعض الناس لا يهمه أن يصاب الدين بشيء، لكن أهم شيء أنه هو رزقته ما تتأثر. فهنا لكي يوقد نيران العداوة في قلوب هؤلاء السفهاء من قومه قال لهم ترى انتبهوا، ده حيضيع لكم أمر دينكم، سيضيع لكم أمر دنياكم ومعاشكم، خلينا نتخلص منه لكي تعيشوا في الرخاء وتعيشوا في السرور وتعيشوا في مثل هذه الأمور. ولذلك قال الإمام الرازي: والمقصود من هذا الكلام بيان السبب لقتل موسى، فوجوده فساد الدين والدنيا. أما فساد الدين لأنهم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو التوحيد، فلذلك هو يريد يوضح لهم أن حيفسد لكم دينكم الذي أنتم عليه وهي عبادة الفرعون. فلذلك انتبهوا، أنتم في الدين الحق والذي جاء به موسى الباطل. ولذلك كلهم كانوا وراه 1,600,000 يتبعونه على هذه الفرية وهذا الكذب. ولذلك قال انتبهوا كذلك حيفسد عليكم الدنيا، حيفسد عليكم الدنيا وحيضيع لكم معائشكم وأموالكم، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هنا لظ موسى عليه السلام وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عذت، لجأت، اعتصمت بالله تبارك وتعالى، ونعم العوذ بالله تبارك وتعالى. فسمع الله دعاءه وأجاب نداءه وأهلك فرعون. نعم، تفضل فضلتكم. هذا تضليل منه، فإن فرعون يزعم في كلامه أنه يخاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام، فصار واعظا يشفق على الناس، يشفق على الناس من موسى، ويخشى عليهم من أن يبدل على الناس دينهم أو أن يضر في الأرض الفساد، ويزعم لنفسه أنه إنما يريد بالناس الخير وهدايتهم إلى سبيل الرشاد. وهذا شأن دعاة الباطل وأئمة الضلال في كل زمان ومكان.
وقد قال فرعون ذلك مع أنه من شر خلق الله تعالى وأشدهم فسادا وخبثا ومكرا بالناس واستخفافا بالعقول وتكبرا على الحق وتعاليا عليه. قال ولهذا قال موسى عليه السلام داعيا الله تعالى ومنبها الناس إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال الإمام الطبري رحمه الله في معنى هذا الدعاء إني استجرت أيها القوم بربي وربكم من كل متكبر عليه تكبر عن توحيده والإقرار بألوهيته وطاعته لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بما أساء وإنما خص موسى صلوات الله وسلامه عليه الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب، لأن من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقا لم يكن للثواب على الإحسان راجية ولا للعقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفة، ولذلك كانت استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة. وقد حكى الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام نحو هذا الدعاء أيضا، هذا الدعاء الدعاء دعاء نحو هذا الدعاء الدعاء نحو هذا هذا الدعاء الدعاء أيضا في قوله وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. قال الإمام الطبري يقول وإني اعتصمت بربي وربكم واستجرت به منكم أن ترجمون. قال والرجم قد يكون قولا باللسان وفعلا باليد، والصواب وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وعند قراءة يعقوب وصلا وقفا ترجموني، يعني ترموني بالحجارة. قال والرجم قد يكون قولا باللسان وفعلا باليد، والصواب أن يقال استعاذ موسى بربه من كل معاني رجمهم الذي يصل منه إلى المرجوم أذى ومكروه شتما كان ذلك باللسان أو رجما بالحجارة باليد. ويستفاد من هذا السياق الكريم أن من كان متكبرا غير مؤمن بيوم الحساب يحمله تكبره وعدم إيمانه على الشر والفساد، يحمله تكبره فاعل يحمله تكبره أيوة يحمله تكبره يعني يدفعه، أيوة يحمله تكبره يعني يدفعه، يحمله تكبره وعدم إيمانه على الشر والفساد، وأن على المؤمن أن يستعيذ بالله من شر هذا الصنف من الخلق. قد ثبت في سنن أبي داود رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. مما حكى الله تعالى من دعاء موسى عليه السلام استغفاره لنفسه ولأخيه هارون، كما قال تعالى سبحانه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وكذلك استغفاره ودعاءه لنفسه ولقومه، كما قال الله تعالى اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي
أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واشتمل دعاءه في هذا المقام على فصلين كما أشار إليهما الحافظ ابن كثير رحمه الله. الفصل الأول من الدعاء فيه دفع المحظور، وهو قوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فهذا دعاء بترك المؤاخذة بالذنب والوقاية منه. تاني الجملة هذه. فهذا دعاء بترك المؤاخذة بالذنب بترك المؤاخذة بالذنب والوقاية منه. الفصل الثاني من الدعاء في تحصيل المقصود، وهو قوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. وقد مدح الله تعالى في كتابه من يدعوه سبحانه بهذا الدعاء المشتمل على طلب الحسنة في الدنيا والآخرة، وقال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن ومن الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشهوات والحرام. ولهذا وردت السنة المطهرة بالترغيب في هذا الدعاء، فعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. وقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا وعلبنا إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام وإياكم. ولذلك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كما جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند الترمذي في الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، صح العلامة الألباني، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. انتبهوا معي لهذه الوصايا النبوية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما،
ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد والترمذي وابن ماجه: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وعندنا الزهد وعندنا الورع، ما الفرق بينهما أيها الكرام؟ ما الفرق بين الزهد والورع؟ طيب اكتبوا هذه فضيلتكم: الورع والزهد. الورع ترك ما يضرك في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، كذا قال ابن القيم رحمه الله. إذن الورع ترك ما يضرك في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة هذا الحديث قال: من يأخذ من أمتي 5 خصال فيعمل بهن، هذا رقم 1، أو يعلمهن من يعمل بهن. هذا من فضيلته، إن الإنسان ممكن من الكمال عند الإنسان العلم والعمل، خيركم من تعلم القرآن وأعلمك ما صح من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لكن على الأقل إذا ما كنت تستطيع أن، إن لم تكن تستطيع أن تعمل، فلا بأس أن تعلم يا أخي، يعني خذ نصف الخيرية إن لم تستطع أن تأخذ الخيرية كاملة. لذلك النبي قال: من يأخذ من أمتي 5 خصال؟ يا أيها الأمة، أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ لا، هذه أمة الإجابة. خذوا 5 خصال اعمل بهن أو علمهن من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، ودائما في أوائل أبي هريرة، يستطيع طالب العلم أن يجمع مادة بعنوان أوائل أبي هريرة، من يذكر لنا شيئا من أوائل أبي هريرة؟ أريد مثال واحد من أوائل أبي هريرة، من يذكر لنا شيء؟ النبي قال من يبسط رداءه؟ قال أبو هريرة. يا سلام، هذه واحدة منها. قال مباشرة، وما كان عليه غير هالرداء، ما عنده غيره، ما ليس له رداء، الرداء الذي يغطي أعلى البدن، مباشرة ما تكأك ولا تلك، على طول بسطه. النبي انتهى من مقالته ومن تحديثه، حث فيه حثيات، قال اجمعه على نفسك، فجمعه على صدره وغطى رجع لبس مرة ثانية، فما نسي من مقالة النبي ولا شيء. لذلك ليس غروا أن يكون هو راوية الإسلام الأول 5374 حديث، سنن أبي داود 5274 حديث، زد عليها 100، هذا الذي رواه أبو هريرة في أقل من، أسلم في خيبر 7، ومات النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول 11، يعني أقل من 5 سنوات هو مع النبي عليه الصلاة والسلام يروي ذلك. أنا حسبت لقيتها كان في اليوم 15 أحاديث، الله أكبر، وهذا ليس غروا. لذلك أيضا ليس غروا أن أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يتكلموا في الأحاديث يقدحون في أبي هريرة، لأنه إذا قدح في أبي هريرة قدح في السنة، خلاص ما بقي في شيء ثاني. قلت أنا يا رسول الله، قال فأخذ بيدي، الله أكبر، أخذ إيده بإيده وبأصابع يعدله، فعدهن فيها، ثم قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بقسم الله ولك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وفي رواية مات قلبه فلا إيمان له. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد